Art Medium. Art Medium was very helpful in organizing التلفزيون. والحلو بهذا العرض إنه ما بيجي عليه إلا بيكونوا مهتمين بالفن. وكمان أهم شيء كل الموجودين فنانين وبيعرضوا شغل، ما في إنه شغل والله مستورد أو إشي بينباع مثلاً بس شغل تجاري، لا كله فنانين وهاند ميد. فكتير يعني مكان كتير حلو إنه يلتقي فيه الناس. إجاني شغل من وراء هيك فريلانس فوتوغرافي وكان كتير حلو. وبس ارت ميديوم بجنن كتير بحبه. Love you ارت ميديوم.